البيت ما عندك علق. Okay, what are these problems? What are the biggest problem we are facing? بحاجة إلى دفع. يعني هذا أكثر شيء نحتاج إلى الدفع، يعني مثل صوبات، أحرامات، شوادر، هاي اللي تحتاجه الشتوية. ويعني بحط اولادي عند هون على جنب، بننقل المي انا وجوزي بسطول بنكبه لبرا، مشان شو ما بنطوف والسقف تخان علينا، ويعني شغلي بهدله. العب بالماي، بعطيه العب بالماي. لا اخي فين؟